السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المفيد en mathématiques de la deuxième année du baccalauréat. Donc sur la page 363, on va résoudre l'exercice 6 sur les nombres complexes. On considère dans C les deux complexes A et B tels que A est égal, B est égal avec alpha et bêta appartenant à R au carré. Donc montrer que A plus B au carré sur AB est un réel positif. Donc on a A plus B au carré sur AB. On a من هذه الاكسبرسيون هذه، وفي النهايه غادي نحاولوا نبينوا فعلا بانه ست نمبر ريال، ستادير غنلقاو فقط لا بارتي ريال. دونك هنايا غادي نشرو هذه على شكل ايدونتيتي ريماركابل، غتعطينا ا او كاري بلس ا 2 ا بي بلس بي او كاري سور ا بي. غادي نوزعوا غادي نقسموا البسوط ونعطيو لكل واحد المقام نتاعو. دونك غتعطينا A au carré plus AB plus 2AB sur AB plus B au carré sur AB. On va simplifier هنا. On va simplifier هنا AB. هنا غادي نسامبليفيو بواحد A و هنا نسامبليفيو بB. Donc شنو غادي تعطينا هنا؟ غاتعطينا A sur B plus 2 و هنا غاتعطينا B sur A. هنايا دابا غادي نجيبو ونعوضو باش نعوضو بلي نومبر اللي هما بيان سور عطاولينا. دونك هنايا ا نعوضوه ب ا ب اكسبونونسييل اي الفا، و ب نعوضوه ب اكسبونونسييل اي بيتا. دونك كتعطينا اكسبونونسييل اي الفا سور اكسبونونسييل اي بيتا بلس 2 هنا اكسبونونسييل اي بيتا سور اكسبونونسييل اي الفا. دونك هنايا كيسك سافا دوني، غتعطينا هادي غادي نطبقو لا ريكل. دونك غتعطينا اي اكسبونونسييل اي الفا موان بيتا، هذا غادي يعطينا اكسبونونسييل اي بيتا موان الفا. ها دونك هنايا الفا، هنايا الفا طونسيون بلس دو. هنا كيسك فو روماركي، هذا هذا غادي يكون هو اكسبونونسييل اي الفا موان بيتا. هنا غادي تعطينا نعملو بالموا، غتعطينا موان اي الفا موان بيتا بلس 2. اذا هنا شنو عندنا؟ عندنا الفا موان بيتا، الفا موان بيتا يعني هاد لو نومبر هذا، هاد لو نومبر هذا سو سون دي شنو كنقولوا، سو سون دي كونجوغي. ستادير شنو كيعني هذا؟ كيعني ان اكسبونونسييل اي الفا موان بيتا بلس هذا هو اكسبونونسييل ال اي الفا موان بيتا بار بلس 2. وحنا عندنا واحد لا ريغل شنو كتقول؟ الا كان عندنا واحد لو نومبر بلس البار نتاعو شنو كيعطينا؟ كيعطينا جوج لا بارتي ريال ديال اكسبونونسييل اي الفا موان بيتا. علاش؟ لان هذا وهذا سو سون دي نومبر يعني زد بلس زد بار. فاش كتكون عندنا زد بلس زد بار كتعطينا جوج لا بارتي ريال ديال هذاك العدد زد. اذا داكشي اللي درنا هنا، اذا هنا بلس 2 سكي في ان هذه لا بارتي ريال وهذا ريال وهذا ريال. دونك كلشي كينتمي دونك ابارتونون ا. Donc voilà, c'est la question. Auquel c'est un nombre positif. Donc voilà, c'est la fin de l'exercice. La prochaine fois, on va voir un autre exercice.